السلام عليكم يا دكتورتي الغالية. حبيبتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي يا دكتورة هلا، أنا عايزة أسأل حضرتك في حاجة، حاجة هحاول أختصر لحضرتك. أنا قصتي شبه قصة حضرتك كده، يعني قريبة منها. يعني قصة فيهم يعني صراحة قصص كتير. قصة فيهم. أنا هقول لحضرتك دلوقتي. يعني من كام شهر كده يا دكتورة، أنا سمعت فيديو لحضرتك بتاع النساء الملعونات، واخدت قرار ان انا يعني هلبس الخمار خلاص، وهغير لبسي كله وهلبس لبس شرعي يعني. الله عليك. والحمد لله اخدت الخطوه الحمد لله. انا من ساعه ما لبست الحجاب يا دكتوره، من ساعه ما لبست الخمار يعني صح، ولبست حجاب شرعي، واول مره نزلت بيه الشارع اكيد في حاجه اتغيرت جوايا دكتوره هلا، في حاجه حصلت انا مش عارفه ايه اللي حصل فيا، بس حياتي اتشقلبت خالص، لدرجه ان انا يعني حتى يعني جيت في وقت قلت انا اكيد يعني مش هفضل كده طول عمري، يعني يعني انا ما كنتش ناويه اعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا البس الخمار بس. طيب. جيت اعمل حاجه يعني من الحاجات المحرمات ما قدرتش اعملها، وفي حاجه جوايا بصراحه اتغيرت خالص يعني. طيب. بقيت اسمع فيديوهات حضرتك واسمع يعني حاجات دينيه وكده، اكني بسمعها لاول مره يا دكتوره هلا، اول مره اسمع الكلام ده. لدرجة ان انا يعني اكني لسه داخلة الاسلام جديد دكتورة هلا، انا اكتشفت ان انا معرفش اي حاجة خالص 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 عن الاسلام، وحاجات كتير حرام انا مكنتش اعرف اصلا انها حرام، معرفش اي حاجة خالص يا دكتورة هلا خالص. انا عايزه يا دكتوره هلا، عايزه اعرف اعمل ايه يعني. يعني انا دلوقتي مشكلتي ان انا اولا ما عنديش اي صحبه صالحه خالص خالص، يعني الفرق ما بيني وبين حضرتك ان انا ما عنديش اي صحبه تعدني او تقول لي ايه الصح او ايه الغلط، انا لوحدي كده بقعد اسمع حضرتك واسمع حاجات وماشيه لوحدي كده، ماليش اي حد خالص. لدرجه يا دكتوره لما انا بسمع كلام من حضرتك، انا اول مره في حياتي اسمع ان في حاجه اسمها قراءات للقران، اول مره اسمع في حياتي كلمه متون، والكلمات اللي حضرتك بتقوليها في وسط الكلام دي انا بقعد ادور على معانيها، القاعده القرانيه والكلام ده، اول مره اسمع الكلمات دي، الالفاظ دي اول مره في حياتي اسمعها، بقعد ادور عليها عشان اعرف ايه دي اصلا. اكتشفت ان انا ما اعرفش اي حاجه خالص يا دكتوره هلا خالص. فانا دلوقتي عايزه اعرف اعمل ايه، يعني عايزه اعرف كل حاجه ومش عارفه ابدا منين ومش عارفه اعمل ايه. على راسي حبيبه قلبي، يعني على راسي. يعني خطه او كتب او حاجات او حاجات اسمعها، اقول لك تعليلي تعالي احنا نلغي الحلقات صدقيني يا امه الله، بنقعد نتكلم على ربنا والله العظيم. ابص يا ريت والله يا دكتوره يالا. والله يا يوبا بص يا ريت اولا انا بحبك في الله وبلغك من المكالمه دي دخلت قلبي. والله يا دكتوره انا الله يرضى الله يرضى عنك يا امه الله، ادعي لي ربنا يجمعني بيكي في الدنيا ويجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام. تاخدي بايدي يا دكتوره يالا، يجمعنا في الدنيا الدنيا قبل الاخره يا دكتوره يالا، بالله عليكي تدعي لي. يجمعنا يا رب ويا رب يجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام ويفرحنا بقرب النبي عليه الصلاه والسلام. اسمعيني يا امه الله، اسمعيني وكل بنت، انا اي حد يكلمني احنا هنقعد نعيط بقى وسيبكم من التلفزيون والكلام الشكليات دي. بصوا يا كل بنت ارتضت الله عز وجل رب والنبي صلى الله عليه وسلم رسوله والاسلام دين، يا كل بنت ربنا كتب لها، ربنا اراد لها، اراد لك يا امة الله انه يجيبك في طريق، ربنا عايزك، ربنا يريدك، ربنا بيحبك. بتقولي حياتك اتغيرت؟ اه طبعا. التايب ايه يا بنتي؟ حبيب الرحمن. فانت دلوقتي حبيبه الرحمن، فانا لما اجي اكلمك اقول لك يا حبيبه الرحمن تعالي تعالي هنص الحديث بقى، احنا مالنا، احنا بنتمحك في الاحاديث اللي زي دي صراحه، ما بنصدق نلاقي حديث زي ده نمسكه ونتشبس فيه. أدعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك، أدعو الله سبحانه وتعالى يفقهك في الدين، ويا رب يجعلك لسان حق يا رب في الأولين والآخرين، اللهم أمين. معرفش أنا أول مرة أدعي الدعاء ده لحد، سبحان الله، فأعرف إنه رزقك. أسمع إيه؟ تعالي لي تعالي لي. هاتي يلا هاتي كل الحلقات بتاعة الشيخ سعيد الكملي، أنا بقول لك أهو شرح الموطأ، الراجل قعد 10 سنين يشرح فيه. سعيد اكتبي ورايا كده واكتبي وراي شرح الموطأ لسعيد الكملي، سلسلة كاملة. خلصتي خدي يوم من هنا كذا، يعني حلقة مثلا في ساعات بيبقى له حلقات 39 دقيقة وساعات له 13 دقيقة، خدي لك حاجة كل يوم وفرغي الكلام اللي هو بيقوله والمعاني اللي هو بيقولها. رقم 2 سلسلة المرأة للشيخ ولد الددو. بصي ده بقى هتعيش، عارفة بقى لما تلاقي الدنيا ضلمة وهوب نورتي 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 كده، ونغني لك بقى إن شاء الله نورتي. للشيخ سلسلة المرأة بتاعت الشيخ ولد الددو. طيب اعرف ايه؟ بصي هاخد سيره واخد عقيده واخد حديث ان شاء الله، حتى الفقه ماشي هقول لك، وان طبعا فقه يعني إيه، هاخد مثلا إيه مثلا يعني السيره النبويه، وعايزاها مثلا فقه السيره العبر والعظات تمام، وبعدين هاخد العقيده. بلاش بلاش تبتدي بالعقيده الطحاويه، خدي
خدي اي كتاب في العقيده، مثلا التوحيد، مثلا توحيد الاسماء والصفات، توحيد الالوهيه والربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. خدي من ضمن العقيده اصول الايمان الستة، الكلام اللي انا بقوله لك ده موجود وله دروسه. وبعدين اخد بقى ال 40، قلنا خلاص ال 40 نووي، وبعدين اخد فقه، اخد فقه بسيط كده حاجه عشان تبقى فاهمه على الاقل، فقه السنه مثلا للسيد ساب او اي فقه عندك موجود، او المدخل مثلا لاصول، بلاش المدخل لاصول فقه صعب، خدي حاجات في الفقه، فقه الصلاه والطهاره، فقه الصلاه والطهاره اللي هي الوضوء والغسل والكلام ده، وبعدين فقه العبادات، وبعدين فقه الصوم وفقه الحج، كل الحاجات الاساسيه اللي بتدي، واعرفي وابتدي تعلمي علم شرعي. خدي بقى القاعده النورانيه، كل ده مع التجويد، ما شاء الله ما شاء الله عندك مجاميع بتبتدي في التحفيظ، اول خمسه العشرة الخمستاشر، يلا يلا توكل على الله وادعو الله سبحانه وتعالى يستخدمك لعز الدين. ويا بنت الله اثبتي 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 اثبتي، احاسيس اللي جواكي احاسيس جميله، ادعو الله سبحانه وتعالى يتمها عليك يا رب. سيناش من الدعوات واكسري من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان بقى ايه تشوف الحاجات الجميله. والله مكالمه حلوه.